أبدى النجم محمد منير استياءه من تسريب 7 أغنيات من ألبومه الجديد يا أهل العرب والطرب، وأشار إلى أن معظم الأغنيات التي تم تسريبها لن يضم منها إلى ألبومه سوى 3 أغنيات فقط. وأكد منير الملقب بالملك أن الألبوم هو حالة فنية يقدم فيها مجموعة من الأغنيات عن الثورات العربية، بالإضافة إلى بعض الأغاني المنتقاة من التراث النوبي.